السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. مشهد جميل رغم أن الطريق خاصة تقاد، المشهد كيبقى زوين وزوين بزاف ديال أمطار الخير اللي عطاتنا تبارك الله كمية مهمة ديال المياه، ربما ما يعاب هذه المرحلة اللي كتكون فيها أمطار هي كيفية تخزين كميات الماء اللي كتضيع بعض المرات غير هكذاك. كنشوفوا تبارك الله أمطار مهمة على طول شارع الحسن الثاني، الله يرحمنا اللهم بارك. نخليكم مع هذه المشاهد، عرفتوا ملي كطيح الشتيوة وكتبان الشميشة واحد الصورة كتكون جميلة بزاف. تبارك الله الارض اللي من عمرات حتى ولات كتهبط لليسر تبارك الله ما شاء الله. ربما هاد الحفار اللي في جنب الطريق الوطني رقم واحد خاصهم يتقادوا اكيد الاشغال جيش. تبارك الله الشتيوة على اليسرى الاخوان معمره واحد السرب هنا تبارك الله، واحد المسرب هنا ديال الماء تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. كمية ديال الامطار اللي طاحت تبارك الله ما شاء الله. هاد الشتيوة هادي كتبين لينا البنية التحتية، حنا فرحانين بها الله يزيد اللهم زيد وبارك، لكن هاد الحفار كيشكل واحد الخطر كبير هذه الطريق الوطنية رقم واحد صورة جميلة مع هاد الأمطار الخير. شوفوا تبارك الله كل بلاصة كتلقى فيها واحد المسرب ديال الماء دار الطريق ديالو غادي اتجاه ديال الواد. ما تنساوش الاخوان غتكون اشغال هنا بين القنطرتين القديمه والجديده، وتلعب هنا تثنيه القنطره ديال الطريق الوطنيه رقم واحد. المشهد اللي شفنا في شارع الحسن الثاني في مدينه الصخيرات هو نفسه غادي نشوفوه في عين عتيق. والله العظيم حنا راه الاخوان ماشي كنبقاو نعيبوا على المسؤولين هكا كل شي حاجه، والله العظيم الا الهدف ديالنا هو الطرق اللي تقادو نشوفوا بلادنا في صورة زوينة، نشوفوا بلادنا في صورة جميلة، لأنه كان بالإمكان أحسن مما هو عليه الوضع حاليا، وفي وقت شحال هذه ماشي دابا. شوفوا تبارك الله شوفوا الخير شوفوا الخير تبارك الله تبارك الله المهم تبارك الله شحال ديال الشتيوة. الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي. شوفوا تبارك الله شوفوا اليمين واليسر الله يبارك الحمد لله. عرفتوا الارض الاخوان كنعقل عليها واحد الوقيته والله القسم الا بدات كتصفار صافي قلنا غتكحل القضيه، ولكن ربي كبير ربي كبير الحمد لله. انا تبارك الله اليسر واليمين داكشي هائل. رجال الدرك الملكي ومجهودات كبيرة على مستوى المدار هذا وباقي النقاط المجاورة سواء بمدينة عين عتيق أو الصخيرات، كنشوفو خدمة كبيرة كدار. غادي نقطع بكم دابا لعين عتيق باش نشوفو الأمور كيفاش دايرة في الطريق الوطنية رقم واحد. وكنبغي نأكد على واحد النقطة في الطريقة ديال عين عتيق، غير ردوا البال لأنها كتكون مزيرة بزاف وعليها الدرك بزاف وكيوقعوا فيها حوادث سير بالجملة.
واحد الشتيوه طاحت في الصخيرات. كنظن من خلال المعطيات اللي كنشوف قدامي راه ما طاحتش حتى في عين عتيق وما طاحتش في تمارة. يعني هنا في عين عتيق كنشوف هذه غير الشتيوه ديال الصباح. يعني الشتا اللي طاحت في الصخيرات واحد اللحظه اليوم راه حطينا الفيديو تبارك الله داك الشيء هائل. الطريق الوطنية عين عتيق، الطريق الوطنية رقم واحد. هنا راه ما بعيدش على الجماعه ديال عين عتيق هادشي هذا.